خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤكد على موقف الجزائر الداعم لحل الأزمة الليبية بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة وبناء مؤسسات الدولة ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. بدوره أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي التوافق الكامل مع الرئيس حول مختلف الملفات، مثمنا جهود الجزائر المتواصلة بالتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس، وأيضا فتح معبري غدامس وغات في لتنقل البضائع بين البلدين، وهذا يعني تعتبر خطوات مهمة جدا جدا للشعبين من أجل التكامل الاقتصادي والتواصل الاجتماعي. الكوني أكد بأنه جاء إلى الجزائر ليلتقي برئيس الجمهورية لإطلاعه على مجريات ما حصل في الزيارات التي أجراها إلى دول جوار جنوب ليبيا وأيضا مجريات الأمور في ليبيا، لأن الرئيس تبون كما أوضح مهتم بكل تفاصيل الشأن الليبي ولأن هناك مستجدات كثيرة لابد إطلاع الرئيس تبون عليها وأن نتشاور ونتحدث بشأنها، لأن فخامته مهتم جدا بكل التفاصيل الشأن الليبي، وهناك مستجدات كثيرة لابد أن نطلع الرئيس عليها ونتشاور ونتحدث فيما يتعلق بها وأيضا ما يتعلق ببلدينا. المسؤول الليبي الذي يجري زيارة للجزائر تدوم يوما واحدا بعد سلسلة زيارات أجراها إلى كل من تشاد والسودان والنيجر.